بسم الله الرحمن الرحيم. ربي اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي، وقل ربي ادخلني مدخل صدق واخرجني مخرج صدق واجعل لي من لدنك سلطانا نصيرا. احبائي اعزائي، السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته. يتجدد اللقاء بكم مره اخرى على قناه وجهه نظر. تحيه لكم من القلب، تحيه ملؤها الشوق والمحبه المتبادله والاحترام. طبعا موضوعنا اليوم يتعلق بالتركيز، عملية التركيز، لا كونسنتراسيون. احنا كأولياء أمور أو كأساتذة تنطلبوا من التلاميذ ديالنا أنهم يركزوا داخل الفصل. داخل الفصل الأستاذ تيقول للتلميذ كونسنتر توا. في البيت لأولياء الأمور تيطلبوا من وليداتهم أنهم يركزوا ملي كيكونوا كيديروا الفروض المنزلية ديالهم. Il faut se concentrer. D'accord, mais comment? Alors, اول شيء اللي خصنا نعرفوه هو خصنا نعرفوا عمليه التركيز ما هي. سي كوا لا كونسنتراسيون؟ لا كونسنتراسيون سي اون اكسيون مونتال، يعني سي لا كاباسيتي دورينتي سون اتونسيون سور سو كو لون فو، يعني عمليه تقوم بها الدماغ، وهي القدره انني نوجه الاهتمام ديالي لواحد الحاجه انا باغي نقوم بها. فانا كنحاول نبسط لكم المعلومه، يعني ما غندخلوش في التحاليل العلميه ونكثروا من قوه العبارات اللي كتكون صعيبه. غنحاول ما امكن انسهل المعلومه باش توصل لنا كاملين. فهي عمليه يقوم بها الدماغ ومن خلالها تيركز على واحد الاتجاه واحد، واحد الموضوع واحد، واحد العمليه واحده تنكونوا باغيين نديروها. اون سول تاش، يعني فوكاليزي سون اتونسيون سور اون سول تاش، نركز الاهتمام ديالي على عمليه واحده محدده ما نشوفش من غيرها. سي سا سو كونسونطري، وهي عمليه يقوم بها الدماغ. غير هي كاينين عده عوامل تاثروا على التركيز. Il y a plusieurs facteurs qui affectent la concentration ou la bonne concentration. كيفاش نعرفوا هاد العوامل اللي كتاثر على التركيز وكتخلينا كتخلي وليداتنا ما يركزوش مزيان، او التلاميذ ديالنا ما يركزوش مزيان، او حنا كاشخاص الا بغينا نركزوا على واحد العمل نقوموا به علاش ما تركزوش؟ او الوغ اول فاكتور، لو بروميير فاكتور او العامل المهم جدا اللي هي عوامل كثيره مهمه اللي غادي نقولها، وحتى وحده ما كتنقص من القيمه من ناحيه من الاخرى، غير انا رتبتهم باش تعرفوا التدريج. غنمشيو بالتدريج باش كل وحده راها كتاثر في هذا العمليه التركيز. غنبداو بالراحه الجسديه او النوم، يعني لو سومي. ان مونك دو سومي او النقص في النوم هو من العوامل المسببه لعدم التركيز. سيتادير سي اون نا با بيان دورمي، سي اون نا با او لي زور كيل فو بور دورمير، راه ما نقدوش نركزو الغد في العمل ديالنا. الا ما كناش مرتاحين وما خديناش قسط يعني كافي من الراحه ومن النوم، راه ما يمكنلناش نركزو. فالتلميذ ديالنا اللي غيجي عندنا الفصل خصنا نكونوا عارفين بانه نعس مزيان، بانه خضى الساعات الكافيه للنوم ديالو. اذا حنا كاولياء امور ما نصيفطوش ولدنا للمدرسه الا ما كانش مرتاح. بيان سور ما كنهضرش على المرض ولا على الظروف اللي كتكون متعلقه بالمرض، هذه حالات بوحدها. اما لولدنا ولا بنتنا اللي غادي نصيفطوه ليكول اليوم الموالي، خصنا نركزوا على واحد المساله، خاصو ينعس وقت مبكر. كيجيو عندنا تلاميذ القسم ما تيكونوش مرتاحين، فكيفاش حنا يمكن لنا نطلبوا من تلميذ او تلميذه انها تركز داخل الفصل وهي في البيت ديالها ما ارتاحتش، ولا في التلميذ ما نعسش ما خدش القسط الكافي من الراحه؟ اذا اول عامل تاثر على التركيز داخل الفصل هي الراحه والنوم لساعات كافيه. ف النوم كنطلبوا من الاباء دائما انهم يديو وليداتهم ينعسوا في ساعات مبكره، على الاقل خاص التلميذ يكون ناعس 11 او 10 ساعات على الاقل.
وهي 11 ساعة كتكون كافية جدا حسب السن بيان سور. يعني الأقسام الابتدائية راه خاصهم يكونوا ناعسين على الأقل واحد يعني من التاسعة حتى السابعة صباحا، يعني راه خاص تكون عندهم على الأقل واحد 10 ولا 11 ساعة تكون باش يرتاحوا مزيان. للطلبة اللي هما في الثانوي في الإعدادي يمكن 10 سوايع أو 9 ساعات كافية، ولكن شحال ما كان الإنسان ناعس ومرتاح النوم العميق وخذ الراحة الكافية فهذا غادي يساعده على التركيز. هذه النقطة الأولى. النقطة الثانية وهي العامل الرئيسي، العامل الثاني اللي يمكن يأثر على عدم التركيز هو لا موفيز نوتريسيون. اولا لا موفيز نوتريسيون اذا كان هذا الشخص هذا ما تياخدش الغذاء ديالو بشكل يكون غني وفيه جميع المواد اللي يمكن تساعد الذاكره او تساعد العقل على التركيز. ف اون موفيز نوتريسيون افكت دون مانيير نيجاتيف لو ترافاي دو سيرفو، يعني التغذيه اللي ماشي سليمه كتاثر بطريقه سلبيه على الدماغ، ف التلميذ ما غيستطعش يركز. ويمكن حاجه اخرى لا كاليتي، وحتى الا كان التلميذ ما خداش الوجبه ديالو نهائيا في الصباح او ما تغداش فراه ما يمكنلوش يركز. حنا راه عندنا واحد المثل تنقولوه شعبي عندنا في متداول، يقول لك الا شبعت الكرش كتقول الراس يغني. فاذا طبقناها علينا على هذا النقطه نتاع التركيز لا كونسونطراسيون، اذا كان الشخص واكل مزيان ومرتاح ناعس مزيان، هذه ديجا دو بوان اللي غادي يمكن يساعدوه على التركيز. إذا قلنا الراحة، النوم لساعات كافية، والغذاء السليم والغذاء المتوازي تساعدنا على التركيز. كاينه نقطة ثانية وهي نقص في التمارين الرياضية. فالرياضة هي شيء مهم جدا، يمكن بزاف الناس غافلين عليه. إذا ما كانتش عندنا الاستطاعة أننا نخلي وليداتنا ينخرطوا في نوادي رياضية أو يمارسوا رياضية داخل جمعيات او النوادي، فيمكن غير تمارين داخل البيت او اللعب، نعطيهم فرصه نتاع اللعب، لان الحركه كتنشط الجسم تاع الطفل وكتخليه يكتسب واحد الحيويه اللي تساعده على انه الدماغ ديالو يشتغل بطريقه سليمه. ودائما ارتباطا بالحركات الرياضيه فكاين عمليه التنفس لا ريسبيراسيون. لا ريسبيراسيون سي اون اوبيراسيون اللي بعض الاحيان تلجؤولها داخل الفصل، تنطلبوا من وليداتنا كنوقفوا العمل الا شفناهم عياو وبان عليهم الارهاق تيوقفوا داخل الفصل وتنديروا عمليات التنفس لا ريسبيراسيون افيك انسبيراسيون اي اكسبيراسيون، يعني تندخلوا الريح الهواء النقي يعني بطريقه سليمه ونخرجوه بطريقه سليمه، يعني عبر الانف ثم عبر الفم، اي كنديكاجيو للرئتين. فعمليه التنفس خصها تكون بطريقه سليمه، فهي كتساعد ايضا على عمليه الا بغينا نقولوا الاكسجين. الاكسجين تيطلع لو سيرفو، وكتعرفوا بان الاكسجين فهو ضروري بزاف للدماغ وحبذا للطفل اللي تيكون داخل الفصل وكتراكم عليه المواد اللي تيتلقاها عند الاساتذه. فهذه مساله اللي مهمه بزاف، يمكن نديروها حتى مع وليداتنا في الدار الا شفناهم عياو، نديروا التمارين الرياضيه، نوضوا نلعبوا معاهم الحركات، فهذه كتنشطهم وكتخليهم يتحفزوا باش يديروا باش يستمروا في لي دوفوار ديالهم الا كانوا عندهم دي دوفوار. حاجه ثانيه وهي المكان اللي غادي نديروا فيه يعني لي دوفوار ديالنا او الفصل. فداخل المؤسسة داخل المؤسسة التعليمية أو داخل المدرسة فكتكون الأجواء داخل الفصل فخاص الهدوء التام باش التلاميذ يركزوا على واحد المعلومة غادي ياخدوها من الأستاذ ديالهم، ضروري خصها تكون داخل واحد الحيز زمني قصير جدا، لأن التلاميذ اللي السن ديالهم صغير
فالانتباه نتاعهم ما يمكنناش نتيروه للمده طويله، خاصك اكثر مدى 5 دقائق. فالطفل داخل الفصل خصنا نسرعوا باش نعطيوه المعلومه في وقت وجيز، وتكون معلومه محدده وتوصل بطريقه واضحه داخل البيت. ف وليداتنا من يكونوا عندهم فروض منزلية، نحاولوا ما أمكن أننا نشركوا وليداتنا أنهم يختاروا إنا فرض غادي يبدأوا به، لأن هذه المسألة هذه كيرتاحوا لها وكتخليهم يتحمسوا أكثر إلا هما اختاروا الفرض اللي غادي يبدأوا به. فروض منزلية نتاع الرياضيات سيغتو ملي كتنو كتكثر عليهم الفروض، كتكون إما العربية وفرنسية رياضيات إنجليزية، فكنخليهم هما يختاروا المادة اللي بغاو يديروا فيها الفرض ويبداو بها، فهذا تيساعدهم أنهم يتحمسوا ويركزوا في المادة اللي باغيين يديروها. فنشركوا وليداتنا في لو بلانينغ، في لو بلانينغ نتاع لو ترافاي في البيت نتاع الفروض المنزلية، يجلسوا أولياء الأمور مع وليداتهم وتحددوا المادة اللي غادي يبداو بها الفروض، وتديروا الحيز الزمني حسب الفرض اللي عندهم، ويحبذا ما يكثرش هذا الحيز الزمني، ما يكونش طويل بزاف لان الطفل محتاج للراحه. وهنا كنعاود نجدد الدعوه للاساتذه بان الفروض المنزليه ما امكن الا ضروري انها تعطى للتلاميذ، فخصها تكون يعني لما يكونش العدد ديالها كثير، ونراعيو ان التلميذ نهار كامل هو في المدرسه، وكيجي يرجع عيان للبيت خصو يرتاح، خصو يجلس مع والديه، خصو ياخذ واحد القسط نتاع الراحه، ولا ضروري نعطيوه فروض، فروض تكون موجزه. والاساتذه كيتفقوا بيناتهم، الى الاستاذ ما تعطى الرياض اللي عطى التمارين افير على ميزون، الاستاذ العربيه ما تيعطيش، يعني استاذ واحد هو اللي تيعطي ماده واحده تنجز في البيت. اما ملي كنعطيو رياضيات وعربيه وفرنسيه باش يداروا في البيت، فهذا كيشكل صعوبه على اولياء الامور، وما تيعرفوش يجيريو لو بلانينغ نتاع لو ترافاي. فيا يعني يا ريت ان الاساتذه ياخذوا بعين الاعتبار هذه المساله هذه، ويعطيو الفروض باتفاق فيما بينهم. نهار الاستاذ نتاع الرياضيات هو يعطي التمارين، من بعد الاستاذ الفرنسيه يخصص له يوم اخر، استاذ او الاستاذات العربيه تعطي نهار اخر، فما نكتلوش لي دوفوار على الوليدات، لانهم محتاجين انهم يرجعوا للبيت نتاعهم ويتلاقوا مع الاسره ديالهم، وواحد الوقت وجيز كافيهم باش يلاه يرتاحوا وياخذوا يعني الوجبه نتاع العشاء ديالهم ولو غوتي، ويرتاحوا واحد شويه ويمشيوا ينعسوا. يعني الوقت الفروض يحبذا يكون قصير، والاساتذه يراعيوا هذه النقطه هذه. اذا قلت نراعي الراحه، النوم يكون نوم الطفل او التلميذ يكون عنده قسط من الراحه كافي، الوجبات تكون يعني كافيه وتكون مغذيه، لانها كتساعد كذلك على تنميه الذاكره. وواحد المساله تنلح عليها مع الاساتذه داخل الفصل، بعض الاحيان التلاميذ تيلزم عليهم انهم يمشيو للمرحاض، وكونت ان اليف ا لونفي بريسي دالي او تواليت راه خاصو يمشي للمرحاض، سينو راه ما غادي يركزش معاك نهائيا داخل الفصل. وخاصنا ما امكن ننتبهوا داخل الفصل واش ما كايناش شي مسائل اللي كتزعج التلاميذ وما تخليهمش يركزوا. كنتذكر واحد الواقعه كان قالها ليا واحد الاستاذ سيد مفتيش، انه دخل لواحد الفصل وثار انتباهه واحد التلميذ ما كانش مركز نهائيا مع الاستاذه ديالو، وكان التلميذ كثير الحركه كيتحرك في المقعد ديالو ذات اليمين وذات الشمال، يعني هو ما مرتاحش نهائيا. فالاستاذ او الاستاذه ما انتبهتش يعني الوضع نتاع الطفل نتاع التلميذ داخل الفصل، فاش السيد المفتش مشى اتجه نحو داك التلميذ لقاه جالس للاسف على واحد المقعد وكان فيه واحد المسمار. يعني هذه حاله مؤسفه انها تكون داخل الفصل داخل مؤسسه تربويه، مسمار كان جالس عليه داك التلميذ وكان كيزعجو، وما قدش التلميذ انه يقولها، والطريقه الوحيده اللي كان تيدير هو انه كيتحرك وما مرتاحش في الجلسه ديالو.
سو كي في لا كونسونطراسيون اكيد ما غتكونش داخل الفصل. فالسيد المفتش لاحظ هذه المساله هذه وثار الانتباه نتاع الاستاذ او الاستاذه لهذه الوضعيه هذه. بيان سور تم اصلاح المقعد وتحيد المسمار، مي الفو دير كو بعض الاحيان كتكون واحد المسائل كتزعج للتلميذ ما كتخليهش يركز. خصنا الاستاذ خصو يرد البال ليها ويحاول ما امكن يكون واعي بالظروف داخل الفصل ونعرف واش الظروف ملائمه داخل الفصل وما كاينش شي حاجه اللي كتزعجهم ولا يمكن لها تلهيهم ما تخليهمش يركزوا معايا وينتبهوا معايا انا كاستاذ. الالتجاء من الحين الى الاخر الى وقفات فير اون بوز، هذه كان نديروها داخل الفصل بيان سور. وحتى اولياء الامور فيا حبذا انهم الى شافوا وليداتهم عياو وكانت عندهم فروض منزليه كثيره فيديروا اون بوز دو 2 أو 3 مينوت، الراحه يرتاح في هذاك الطفل يرتاح واحد شويه ولا يبدلوا لاكتيفيتي لو طون دو ريكيبيري، يعني ملي كتبدل النشاط على التلميذ فهو تيرتاح واحد شويه ورجع للنشاط اللي كان كيدير. فاما نديروا اون بوز ان تي مومو دو روبو 3 مينوت 2 مينوت ومن بعد نرجع لاكتيفيتي نتاعي ونكمل الفرض ديالي او لو ترافاي نتاعي. كاينين دي جو، سي سكون ابل دو جو، دي جو دانتيليجونس بسيطة جدا، دي جو دو يعني دي شيك لي جو دو دي بوزل، سو سون دي اكتيفيتي لي تيخدمو لنا الدماغ، يعني سي كوم سي اون في دي زونترينمون او سيرفو، كيما الجسم تيدير حركات وتمارين رياضية باش يكتسب القوة والنشاط والحيوية، فالعقل كذلك هو محتاج لي محتاج لتمارين ويمكن لنا نديروها ونحققوها بواسطة ألعاب كالبوزل و لي جو دو سوسيتي سودوكو، يعني هذه ألعاب تتنمي العقل ديال التلميذ. حاجة أخرى يمكن لها تحيد لنا التركيز نتاع وليداتنا داخل البيت خاصة، أما داخل الفصل فهي ما كتكونش متوفرة، وهي لا 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 يعني الحاسوب أو الهواتف أو الواحد الذكية، فنحاولوا ما أمكن نتفاداوها فاش نكون وليداتنا عندهم لي دوفوار، يعني الفو سو ديكونيكتي، نحيدو نبعدو علينا الهواتف ونبعدو علينا كل ما هو يمكن يشغل الانتباه ديال وليداتنا، ما كاين لا لعب ولا التليفون يتهز في اليد ولا نشوف هذا الريزو سوسيال ولا مشينا ولا مشينا. فخصنا نكون عندنا المكان فيه الهدوء التام ونبعدوا علينا الهواتف ونركزوا العمل ديالنا ونركزوا تركيز جيد الى بغينا نديرو العمل. وفاش نبغيو نركزو على شي عمل نركزو على عمل واحد اون سول طاش، باسكو لا كونسونطراسيون سي سا، لو سيرفو راه ما عندوش القدره انه يركز على بزاف نتاع لي زاكتيفيتي، اون سول اكتيفيتي نركز معاها ونعطيها الوقت ديالها الكافي ومن بعد نسالي ونرتاح واحد شويه وندوز لاون اوتر اكتيفيتي. كنظن هذه هي يعني النقط الرئيسية اللي يمكن أننا نستعنوا بها. أنا أعطيتكم أو ميم طون يعني المشاكل والحلول، فإذا كان النوم ناقص راه ما يمكنناش نركزو، إذا خاص الوليدات يكونوا ناعسين مزيانين، وحنا براسنا إذا بغينا نركزو في العمل ديالنا خصنا نكونوا مرتاحين. التغذية، إذا ما كانش أن أونفون مال نوغي ولا كي نا با مونجي سون روبا نو بو با سو كونسونتخي، يعني خاص التغذية والتغذية السليمة. عاد نطلبوا من التلميذ أنه يركز. الرياضة، ممارسة الرياضة لا للجسم ولا للعقل، حتى الدماغ نتاعنا حتى هو عنده تمارين كنمارسوها بالألعاب الذكية أو لي جو دانتيليجونس كيساعدونا بزاف أننا ننميو الذكاء نتاع وليداتنا. لوندغوا اللي غنكونوا كنخدموا فيه يكون بعيد كل البعد على الضجيج، ما يكونش فيه المسائل اللي غتلهينا على التركيز. يكون ما يكونش سخون بزاف، ما يكونش بارد بزاف، وما تكونش يعني فيه الضجيج، هذا هو اللي غادي يساعدنا على التركيز. فكنظن بانه
أعطيت يعني الأفكار الرئيسية أو العوامل الرئيسية اللي يمكن لها تسبب لنا قلة التركيز، او ميم طون الحلول اللي يمكننا نلجؤوا ليها باش نساعدوا وليداتنا أو التلاميذ ديالنا أنهم يركزوا. وحنا في يعني في هذا الوقت هذا كاين عوامل كثيرة كتلهي الأطفال ديالنا والتلاميذ ديالنا على التركيز، فيا حبذا أننا إذا بغينا تكون نتائج إيجابية في داخل المؤسسة أو داخل البيت، ف عندنا واحد الفترة زمنية نتفقوا مع وليداتنا أو مع التلاميذ نتاعنا أنهم خصهم يركزوا فيها، ونديروا أن كونطرا بيناتنا، نتفقوا غتركز في هذا الوقت هذا، ومن بعد راه يمكن لك تلعب، يمكن لك دير، ولا يمكن لك هذا. الآن خصنا نركزوا على العمل نتاعنا وعلى الواجب نتاعنا المدرسي، إلا كان في البيت أو داخل الفصل. كنظن أنني وصلت لنهاية هذه الحلقة هذه، حاولت ما أمكن أنني نعطيكم نقاط بسرعة وميم طون المشاكل والحلول، كنحاول ما أمكن نختصر ولكن دائما الوقت كيغلبني، فهذا لأنني كنحاول ما أمكن أنني نعطي التفاصيل ونوصل المعلومة بطريقة مبسطة. إلى هنا ينتهي اللقاء ديالي بكم، أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، ونلتقي في فرصة قادمة إن شاء الله، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.